رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أكثر قادة دول العالم تفهما لحقيقة ما يجري في ليبيا. وأشاد صالح في تصريحات إعلامية بمواقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة التي تدعم الشرعية والجيش الوطني والبرلمان لتصحيح المسار السياسي في ليبيا. الأمن المصري وكما نقول المصري الليبي والمصري أمن واحد ومشترك، وبالتالي أي ضرر بيلحق ليبيا حيلحق مصر، حيلحق تونس، حيلحق الجزائر، الدول اللي في الجنوب، الدول الإفريقية المجاورة لنا. وبالتالي كان يجب أن يكون هناك إجماع يعني ومعرفة أن هذا الخطر يتجاوز الحدود، وصل حتى لأوروبا يعني، ما بالك بالدول المجاورة. فيما يتعلق باللقاء مع فخامة الرئيس، حقيقة لقاء كان مثمر جيدا. وجدت أن فخامة الرئيس متفهم جيدا لما يجري في ليبيا، طلعت على أحداث في ليبيا، ذكرت له كيف يمكن حل الأزمة الليبية، قلت له أن ليبيا دولة مستقلة من ما يقارب من 70 سنة، في كل المراحل الذي هذا الصور يمكن الرجوع إليه، عند الخلاف في كيفية الوصول إلى السلطة والجسم الشرعي، عادة الدستور هو اللي يحدد طريقة الوصول إلى السلطة وكيف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولكن إذا هذه المؤامرة اللي كانت تريد الزج بأشخاص لحكم ليبيا، لكن وجدت مقاومة من الشعب الليبي ورفض. كما أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي أن من واجبات الجيش الوطني الليبي أن يحمي الدولة ومنشآتها من التدمير والانهيار على يد الميليشيات المسلحة التي انتهكت حقوق المواطن الليبي. وأشار صالح إلى أنه كان يجب على الجيش أن يتحرك لحماية البلاد من إهدار المال العام، مضيفا أن عملية الكرامة تهدف منذ البداية إلى تحرير كامل الأراضي الليبية. من واجبات الجيش أولا وأخيرا أن يحمي الدولة من التدمير والمنشآت الشرعية من الإسقاط. كان لا مناص لهذا الجيش أن يتحرك لإنقاذ العاصمة من هذه الجماعات الإرهابية الميليشيات المسلحة التي وصل الأمر بها إلى انتهاك حتى حرمات الليبيين وخطف الليبيين وأيضا إهدار المال العام. فكان واجبا دستوريا وطنيا وأخلاقيا أن يتحرك الجيش لتحرير العاصمة.